يدعو الإنسان، والدعاء هو للصائمين، فللصائم دعوة ما ترد. لكن في العشر الأواخر كما ذكرتم في حديثكم أن عائشة تفطنت وسألت رسول الله، قالت يا رسول الله أرأيت لو أنني عرفت ليلة القدر من خلال هذه العشر، لأن غادي يكون عندنا شي كلام حول القدر المرة الجاية إن شاء الله، هذا غير العشر الأواخر، أي دعاء ندعو به الله، ما هو أحب هذه الأدعية؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. العفو كما قال الأخ هو الفضل والزيادة، أن تنفق من فضل مالك هو ما فضل عنك، أي ما زاد على احتياجاتك. فخير الناس من أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله. خير الناس من هو؟ الذي يمسك الفضل، فضل الكلام، كلام الزائد، فيكون كلامه سديدا، وينفق الفضل من ماله. ونقول هذا، نقول هذا يتفضل، فعل زيد متعدي، يتفضل على، أي أنه زيد ينطلق الخير منه إلى الناس. فالعفو حينما تقول أعفو فأنت تتفضل بشيء على الناس، إما بمالك، إما بحلمك، شيء عندك زائد فائض فائض. الله تبارك وتعالى خيره فائض، ويداه ممدودتان، ينفق كيف يشاء، فهو المتفضل، فهو العفو سبحانه عز وجل. وأنت إذا أردت هذا العفو الكثير من الله سبحانه عز وجل، واسمع قصدك إن شاء الله تبارك وتعالى، أنت واسمع قصدك أن يزيد زيد قربك إلى الله، فهذاك الفضل العظيم يحتاج خطوة، أن تعطي من نفسك وتظهر من نفسك الرغبة في هذا الفضل، فلا يأتيك الفضل إلا إذا أنت تقدمت نحوه. وفي العشر الأواخر أنت الآن تحبس نفسك في المسجد، فضل، تقوم الليل، فضل، تطوي الفراش، إذا أنت الآن تقوم بالشيء زيادة على ما طلب منك، زيادة. أنت مطلوب منك تصوم النهار فقط وتصلي الأوقات فقط، لكنك في العشر الأواخر فأنت تزيد على الصيام، تزيد الاعتكاف في النهار، وتزيد على الصلوات المكتوبة في الليل، القيام والتهجد، فلقد بلغت ذروة العطاء، ففاض خيرك على، زاد على طاعات المفروضة نوافل، بل نوافل مستمرة، بل عطاء مستمر. فكان الدعاء الأنسب أن بهذا الزيادة التي تفضل الله بها علي ووفقني فقمت بها في العشر الأواخر كسرعة نهائية، أن أكون أنا أسبق الناس لكي أتعرض إلى عفو الله وفضله سبحانه. فقل في الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فأنت عفو كما قال سيدنا محمد الله يجزيه بخير، وهو أن لا يؤاخذك، ليس فقط يغفر لك، لأن بعض الأمور في بعض الأحيان يغفر لك بعد أن يعرفك بخطأك، وفقط إذا عرفك بخطأك ففي ذلك انكسار عظيم وهيبة وجلال، حتى أن الإنسان حينما يعرفه الله بخطأه في حديث النجوى يدرك أنه هالك لا محالة. أما أن يعفو، عافت الريح أثر الأقدام، أي
مسحتها فلم تعد موجودة أصلا. إذا لا تسجل عليك، لا يذكرها الله لك، لأنك في العشر الأواخر درت وقت كله لله، لم تريد أن تجعل بعض الوقت لخلق الله. أنا الآن لك كلي، فالله يعطيك كل شيء، وكل شيء الذي يعطيه الله لك، أي حتى تلك المعاصي التي كنت تعصي الله بها لا يذكرها لك، يمحو أثرها، يتفضل سبحانه عليك. فكان هذا الدعاء مناسب جدا مع حالتك أنت، حالة إقدام الناس في العشر الأواخر بالمجاهدة والاجتهاد بهذا الخير الدائم الزائد، فأنت أولى بهذا الخير والفضل من الله سبحانه عز وجل. اللهم إنك عفو تحب العفو، فهو يحب هذا العفو. شوف أخوي أنت، إذا كنت تحب شيئا واش تبغي تديره ولا ما تبغيش تديره؟ أنا تبغي تديره، لكن أنا أحب شيئا، وإذا كنت أحبه الدليل أني أحبه والعالم أنني وسوه، أنني أفعله، أنني ألتزم به. فالله تعالى يحب العفو، معناه يحب العفو أنه يحب فعله، أنه يحب ذلك. الله يحب، هو ماشي سبحانه عز وجل غادي يعطيه لك يعني شي حاجة اللي لا، هو يحب ذلك. وإذا كان هو يحب ذلك زيد، فأحب أنت ذلك. فإن كنت أنت تقبل في العشر الأواخر بمحبة وبشوق وتحب هذا الطريق الذي سرت فيه حينما جعلت وقتك كله لله، فالله يحب أن يعفو عنك. وعفو الله سبحانه للعبد هو عفو شامل، عفو في الدين وعفو في الدنيا وعفو في الآخرة. الله، أما العفو في الدين يعفو عنك، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. عفو في الدين وعفو في الدنيا وعفو في الآخرة. أما العفو في الدين، واسمه العفو في الدين؟ من الذي دفعني لكي أصوم؟ الدين. من الذي دفعني لكي أقوم الليل؟ الدين. من الذي دفعني لكي أعتكف في العشر الأواخر وأتفرغ لربي؟ الدين. فأنت تسأل الله العفو في الدين. ما معنى العفو في الدين؟ أن يتفضل الله عليك زين بأن يحفظ لك الدين ويحببه إليك، فيصير الدين هو أحب شيء إليك وهو أولى الأولويات في حياتك، فلا تتصور حياتك إلا بالدين. ولا عز لك ولا نشاط لك ولا رغبة لك وأنت في هذه الحياة إلا في الدين. فأنت تفضل لو أحرقت في النار على أن تعصي الله. الله، إذا عفى الله عنك في الدين يوصلك للحالة تعمل لأن تقذف في النار أهون عليك من أن تعصي الله الواحد القهار. الله، إذا العفو الدين واسمه له، ولكن يوصلك يقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إذا أصابتك مصيبة الدين فقد ذهب عفو الله عنك في الدين. إذا رفع عفو الله عنك في الدين أصبح دينك معرضا للخطر، أصبح دينك معرضا للفتنة. فتنت بشبهات وضلالات وشهوات، فجعل للشيطان عليك سبيل، وأخرجت من طريق الله إلى طريق أعداء الله. يا ربي تعفو، يا ربي تعفو. فأنت تسأل العفو في الدين، أن يعفو الله عليك في الدين، أي أن يبقي العفو على دينك فلا يسلط على دينك شكون؟ أعداء الدين، فيفتنونك بالشبه والشهوات والضلالات والمغريات والفتن. هذا أمر عظيم،
رقيس كنت نتكلم على النوع ديال الفتن ديال الدين وانا نهضر على العفو على الدين. قلت له انسان صايم ويدق مع خويا يسب الدين يسب الدين في رمضان، هو يسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، يمشي للسوق هذا يبيعه هذا يبيع هذا جاي يشري عند هذا الدق مع هذا، بقاو يسبوا الرب سبوا الرب في رمضان. يعني سبحان الله، اذا ازاح الله العفو عن دينك تعرض دينك للخطر. ولا خير في حياه يضيع فيها دينك، اللي هو سبب عزتك في الدنيا وسبب فلاحك في الاخره. اما العفو بسرعه في الدنيا، الدنيا اصرف فيها، فيها الصحة والمال والأولاد والديار والسيارات والتجارة والحانوت وقع الصلاح. أنت تسأل الله أن يبقي عفوه على دنياك. الله، ففي صحتك إذا عفى الله عنك وبقيت مظلة عفو الله على صحتك فستعيش 100 سنة وأنت تنظر نظرة رجل ولا شاب في عمر 20 كان وصلوا 100 عام ويدخل ليبرة، يدخل ليبرة، وصلوا 100 عام ويدير الكرات نقز. قالوا للشباب ماذا تفعل وأنت شيخ، ألا تستحي؟ قال إنما أردت أن أعطيكم الآن درسا، هذا الجسد الذي ترونه وأنا ابن 105 من عمري ثم أقوم بهذه الحركة وأنتم شباب، اعرفوا أن الله تعالى عافاني في بدني لما صرت أشتغل ببدني وأصرفه في طاعته لا أعصي الله، فحفظ علي جسدي كما حفظت هذا الجسد بطاعة ربي. كان الصحابة اللي عاش 90 عام هو يصوم. أنا من يشوف القرضاوي يتكلم عنده 91 سنة داير في ذيك المراجعات، يعني وكي يوصل لشي حاجة نتاع الأثر يبقى يبكي. يقول السيد هذا عنده القلب ديال الطير، والله لا العجب. ونشوف يعني المسائل ديال العلم ما نطلقش يعني الكل لخصني نسمع. يا الله سبحان الله، يعني سبحانك ربي سبحانك سبحانك. وين سبق له العقل دياله يجيب الآية من هنا والآية من هنا؟ احنا رحنا عندنا كذا وما نقدرش نجيب الآية، مشى هذا العقل صافي خرب. كاين اللي يتقسم الزهايمر يرد إلى أرض الكبر من بعد. كاين اللي يحفظ ويستر. سبحان الله سبحان الله، السمع تسمع مزيان، تاكل وتنعس وانت في 90%. أي عفو هذا وعافية في البدن. واحد عنده 20 عام ولا عبادة الشياطين خص يعيشوا المخير يعيش 25 سنة، يقول لهم الشيطان تمتع المتعة الكبرى ما خص يزيد فوق 25 عام، يكمي ويسكر ويدير المخدرات وزين المحارم وكذا وكذا. المخير وصل 22 عام، واللي وصل 24 عام يقول له انتحر، فينتحرون جماعيا. تخيل، والمؤمن تبارك الله كيقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، طال العمر وحسن العمل. هذا العفو فاش؟ العفو فاش؟ في البدن. ثم العفو فاش؟ في المال. الله سبحانه يحفظ لك مالك، المال ديالك إن شاء الله تبارك تخرج الزكاة تحصنه، فلا زالت مظلة عفو الله على مالك، ولا زال المال ينمو وتعظم بركته، تنفق هنا وتسلط على هلكتي في الخير، وأنت إنما تجمع هذا الزاد كله حينما تلقى ربك سبحانه عز وجل، فيصير أحب المسائل إليك أن تعطي أن تعطي. قال لا يبلغ العبد درجة التقي حتى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ. ولذلك كان بصف العشر الأواخر أجود الناس، ويكون أجود الناس في رمضان، ويكون أجود الناس في العشر الأواخر من رمضان. لرسول الله حين يدارسه جبريل القرآن في العشر الأواخر أجود من الريح المرسلة. ومنين قالوا علاش الريح المرسلة؟ على سبه السخاء نتاع وجود بالريح المرسلة. قال لي ان الريح المرسلة فيها بعض الخصائص، الخاصية الاولى ما هو اسمه، الريح قوية قوية مسرعة، ولذلك فهو مسرع يسرع خير البر عاجله. ثم هي شاملة ضرب كاع الجهة
ما تخلي حتى واحد ماشي تضرب هنا وتضرب هنا كتجي أي خيره يصل كل من مر عليه، كل من لقيه، كل من عرفه، كل من هكذا كالريح، فالريح سريعة فهو يسرع في العطاء، والريح شاملة تمر على، وكذلك رسول الله هكذا صلى الله عليه وسلم. فعفو الله تعالى على المال. وإذا كان الإنسان شحيحا في تأدية الواجبات فقد نزع عنه عفو الله، أي نزعت عفو الله على ماله. يعني ما معنى أنه تعرى من عفو الله وهو معرض إياذا بالله إلى التلف في كل لحظة. ثم هنالك في الدنيا أيضا الوليدات عافية الله على الأولاد أن يحفظهم الله تعالى أيضا من الانحراف. سيدنا عمر بن العزيز جاي يموت، قالوا له أنت خدمت الأمة وا 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 وا، فلنفرض لأولادك الصغار الذي تتركهم بدون عائل مالا من بيت ميل المسلمين، أنت خدمت الأمة وأغنيت الأمة بفضل الله. قال اجلسوني فأجلسوا، قال أولادي أحد رجلين، إما صالح والله يتولى الصالحين وهو خير حفظا وهو أرحم الراحمين، وإما هو فاجر شقي فلن أعين أبنائي على المعصية بمال الله. صف صف خليتهم الله تعالى العفو جل رب سبحانه وتعالى. أما العفو جل الآخرة هذا عفو الدين يحفظ لك الدين ديالك فلا تفتن. العفو في الدنيا يحفظ لك صحتك ومالك وأولادك، أما العفو في الآخرة فيبدأ من الموت. إذا جاء الموت يأتي ثبات الله، يثبت الله، يبتسم، هذه العافية فاش في الآخرة عند الموت. وفي القبر العافية في القبر ألا تسأل، يعفو عنك، يأتي من يذكنك الحجة. وفي الآخرة ظلال عرش الرحمن في عافية الله، ثم يعفو عنك لا يسألك، ثم تدخل الجنة مع أول الداخلين. هذا مسألة هذا الدعاء، فهو فعلا دعاء عظيم. دير نقطة نولي وحنا هذه نقطة إن شاء الله تعالى على هذا واش هي. فالمقصود ونحن ندعو هذا الدعاء زين أن نتخلق بهذا الخلق. فلا يعفو الله إلا من عفا. ما من عفا؟ العفو يا سيدي ربي لما احنا زدنا قربنا لمولانا سبحانه وتعالى. فوقاش نقربوا لسيدي ربي ونتلذذ بالقرب من الله؟ اذا زيد فاض الخير في القلوب، يعني ان القلب ديالك فيه الخير بزاف، فانت تنفق بهذا الخير اللي عندك. لقيت اللي يكون خيرك فائض في قلبك، انت تعامل جميع من ظلمك باش بالتجاوز عنه والعفو عنه. يا الله يا الله يا الله، ما يمكنش تلقى القلب ديالك مريض ومشاد في الدنيا وواحد كلا لك واحد البركه وغادي تطلق، والله ما راك طالق وتمشي تدفع الشهاد، وماذا بك تشوفه في العبس، وماذا بك تقول زيدوا البابا، لان انت تنطلق بالشيء راسخ في قلبك. كما كان السيد يقول لك بلاتي الا ما عفي الا 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 ما عفيتش عليه غادي تخسر، يعني واش غادي الدين تاعك غادخلوا الحبس انت واش تربح ولا شنو غاتربح؟ لكن من ذا الذي يستطيع ان يعفو عن الناس؟ من كان عنده عفو. ما معنى العفو؟ هو الزياده. الزياده فاش؟ في الخير، فانت تتعامل بالخير الفائض في قلبك مع الناس. ولذلك يقولوا سيدنا عيسى يسبوه ويقول من كلام طيب، قالوا الحواريين كيف ما سمعناك ابدا رددت عليهم بمثل ما يقولون، قال كل اناء بما فيه ينضح. انا عندي غير هش، انا ما عنديش هش في القلب، انا عندي غير هش في القلب، ما عنديش حاجه، عندي سهله، بل انا غادي نمرض لك وانا غادي نواخذ واحد السيد، انا لا اريد. بل هناك من كان يقول اللهم لا تجعلني سببا في ان يدخل احد بسببي الى النار، فان جميع من اذاني او ظلمني وكان ذلك سببا سيكون سببا في دخوله للنار، فاللهم مولانا أسألك ألا تواخذه، وإني قد عفوت عنه علم ذلك أم لم يعلم، وأن لا تحدثه أبدا بما لي عليه، فأنا تصدقت بعرضي على جميع من ظلمني من أمة محمد حتى يقر عيني نبيه
وكان يدعو اللهم يا ربي كيف أرضى واحد من أمتي في النار. فأنا أريد أن أرضي نبينا في أن لا يعذب أحد من أمة محمد بسببي. فيحزن النبي، أنا أريد أن أدخل السرور على النبي، أنا أريد أن أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أريد أن أؤاخذ أحدا اللي ظلمني. ولذلك هالمسألة أنت أن تعفو هي أنك خير راك تنفق منه، هو إنفاق، واللي ما عندوش ما يقدرش ينفق. هالسوا راك تنفق بالشيء اللي عندك، إلا ما عندكش ما تقدرش تنفق. ولذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، هذه سورة الأعراف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل أنا ما فهمت ما يريد ربي من هذه الأوامر، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قال وأنا كذلك أراجع ربي. فراح جبريل وعاد بعد هنيها فقال ربك يقرؤك السلام ويقول لك ابتغوا الرفعة عند الله. اللي يبغى الرفعة عند الله يتعامل مع الله في خلقه، ابتغوا الرفعة عند الله. صل من قطعك واعفو عن من ظلمك واعطي من حرمك واحلم عن من جهل عليك، وهو أن تجزي الحسنة مقابل السيئة، أن تعامل الناس بما ملأ الله قلبك من حسنات ومن أنوار ومن خيرات، فأنت تنفق من هذا الذي عندك ولا تقابل السيئة بالسيئة أبدا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إيوا شكون يقدر يديرها؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ عظيم مناش من الخير، من الإيمان، من هذا الذي وقر في قلبه من الخير. إذا فنحن مطلوبون أن نعفو حتى احنا نتخصلوا، حتى احنا نتميزوا بهذه الخصلة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد يوم القيامة أين الذين وقع أجرهم على الله، فيقوم فئام قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. هذا اللي يعفى عليهم سيدنا ربي. قالوا من هم هؤلاء الذين وقع اجرهم على الله؟ شكون هذا اللي وقع اجرهم على الله؟ يقع يوقع اجرنا على الله، فما غادي يخلص شي واحد، غادي يخلص شي واحد من غير صدر بربه ولا يخلص. ولكن هذا قال لهم فليقم من وقع اجره على الله، معناه كان عندهم واحد الاجر ياك وسمحوا فيه وبغوا عند ربي، كان عندهم الاجر ديالك. في ظلم الناس لهم ياخذون من حسنات الذين ظلموهم. انا هذه خليتها لهم، انا ما بغيتش يخلصني هذا الشحيح الفقير البخيل اللي ما عنده والو بنادم، انا عفيت على هذا المسكين، انا بغيتك انت. فمن عفا واصلح فاجره على الله، فمن عفا واصلح فاجره على الله. شوف انت يمكن غادي تعفو قول الله يهني، ولكن تبقى ما تشوفش فيه. نقول لك أصلح تلك العلاقة، يعني تعفو على الشيء اللي دار فيك زين وتصلح تلك، ترممها معليش وتبارك الله والله يجازيك بخير وحفظك الله، وهذه غير الدنيا وحنا أخوان ورحنا مروحين والسلام عليكم، ما عرفنا السيد ربي باش يرحمنا وكذا. شو واحد يقول لك واسدي أنا إلى الله يسمع لي ولكن غير بعدني، الله يسمع لي بصح غير وسعني غير ما نشوفش وسعني بعدني انا مسامحه. قال لك لا عفا واصلح، يعني العفو وراك سمعت في حقك وبغيتو عند سيدي ربي والصلح، واسمه هو وان تضع قدمك على نفسك التي تريدك ان تقطع صلتك بالناس، فالصله ينبغي ان تبقى من اجل الخير الذي في قلبك لكي تاخذه بصلاحك بعد ان عفوت عنه، فيأخذ منك لعله يفعل مثل ما تفعل كأنه ولي حميم. هذه بعض الكلمات حول العشر الأواخر، هي العشر الأخيرة اللي خزي السرعة، فهي دورات تدريبية 10 10 10 لكي تصعد من تحت الصفر للصفر، وفي العشرة الثانية من الصفر المعدل الخمسة، والعشرة الثالثة من الخمسة للعشرة على عشرة، عشرة على عشرة الوقت كلش هكذا. وتحدثنا بعد ذلك
على لماذا هي العشر الأواخر عندك حظ فضل؟ قلنا بإذن الله تبارك وتعالى هي أفضل الليالي، لأنها هي خاتمة هذا الشهر، وإنما الأعمال بالخواتيم. وقلنا أيضا فيها ليلة القدر هي خير من ألف شهر. ثم قلنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن الإنسان في هذه الوقت يتفرغ لربه، وهذا عفو، أي أنك تضيف كل شيء لصدى ربي، ديروا صدى ربي وصوارحك أنت كاملين تخليهم، فأنت تذهب إلى ربي سبحانه عز وجل، وبذلك عفو الله سبحانه عز وجل يشملك، وأنت مع ذلك تدعو الله تعالى العفو والعافية والمعافاة. عفو في الدين يشمل دينك حتى لا تفتن ويحفظه الله لك حتى تلقى الله عليه، وعفو أيضا في دنياك في صحتك ومالك وأهلك، وعفو في آخرتك من الموت إلى أن تلقى الله تعالى. ثم يوم القيامة ينادى عليك قم وادخل الجنة بغير حساب، لأنك تخلقت بخلق هو من صفات الله وأخلاق الله، اللي هو خلق العفو، تخلقوا بأخلاق الله. وهذا إنما يكون حينما يمتلئ الخير القلب بالخير، ولا يمتلئ القلب بالخير إلا إذا طلبت الخير، ولا تطلب الخير إلا إذا أعطيت وقتك كله لمن له الخير كله، أي جعلت وقتك كله لله. فبقدر إقبالك على ربك بقدر أن يصب الله عليك من فضله صبا. فالناس في هذه الهمة على درجات، فلا تكن في الأيام القليلة الباقية أقل الناس همّة.